جماعتكم يا راجل؟ السلام عليكم. ابراهيم عبد القادر المرابط من مؤسسه المجتمع المدني براك الشاطي. طبعا تنادى اخوتنا من البوانيس طبعا من زيغن ومن سمنه ومن تمنهنت وبراك الشاطي ووادي عتبه ومن بنت بيا وتراغل وبراك الشاطي وجميع يعني من بالنسبه للشاطي من اشكد الادري بصراحه، وتنادوا الشباب كلهم. واحنا اليوم ثاني يوم في الحمله هذه، وان شاء الله الحمله كانت 3 ايام لكن احتمال حتكون اليوم السبت، لان الحفر كثيره وانتم اليوم شفتوا الحفر كثيره، وما اعتقدش يسعفنا الوقت ان نكملوا بكره. فلهذا ممكن حل اللجنه المنسقه قررت انها تزيد الجمعه والسبت باش نكملوا باقي الشغل. طبعا شكري موجه لكل من ساهم معنا في الحمله الخيريه هذه، وكل من ساهم معنا في قول الحبيب المصطفى إماطة الأذى على الناس في الطريق طبعا ومعروفة. وإحنا هذه كمنطقة جنوبية كنا من جفرة لعند غات مسمينها طريق الموت، لأن رفعت أرواح ياسر من الناس. يعني أنت تعرف أن حتى الناس اللي تجي من الجنوب وكانت في طرابلس ولا أي مكان، أن وعارف أنت وضع البنزينة تلقى عنده شيشتين 3 شويش في القلوني في السيارة. مجرد ما يدير حادث معناه أن عائلة انحرقت بما فيها، يعني لأن كانت السيارة فيها بنزينة. يعني معناها اسال الله اسال الله ان الحكومه تكون شايفه بعين الاعتبار وشايفه ناس منطقه الجنوب المعاناه اللي يعانوا فيها، وراه حتى عزايزنا في البيوت تكلم على الطريق كان يبغوا يسمعوا. كان اسال الله ان يوفق الجميع، واسال الله ان بارك الله فيكم وشكرا. يعني